السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غندويو فيها على الفيتامين كا. شنو الدور ديال الفيتامين كا؟ الدور ديالو كينظم لينا الكالسيوم في الجسم وكينقل لنا في جميع أنحاء الجسم، وأيضا هو كيقاد لينا تخثر الدم في الجسم وكينظمو لنا بشكل جيد، مهم للقلب والعظام وكيحمينا من هشاشة العظام. شنو ممكن يوقع لينا ولا شنو هي الأعراض اللي كتبين أن فيتامين كا عندنا نقص في الجسم؟ فالإنسان كيولي كيرعف بزاف، كيخرج له الدم في الحلق ديالو او في التبول ديالو، فكيكون عنده نزيف في اللثه. وفينا يمكن نلقاو الفيتامين كا؟ فيتامين كا يمكن نلقاوه في اتاي الاخضر، ممكن نلقاوه في الزيوت النباتيه والفواكه بصفه عامه والمكسرات والمأكولات البحريه.